اخواتي مرحبا بكم في حلقه جديده، وكنتمنى تكون الحلقات اللي درنا نالوا الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف على لي ميساج اللي صيفطتوا ليا، راه توصلت بهم كاملين، وكنشكركم على التشجيعات ديالكم. اليوم جيناكم حلقه جديده، كما قلت لكم حنا كنحاولوا نلبيو الرغبات ديالكم. اليوم جيناكم حلقه جديده اللي غتكون مهمه بزاف، اللي غنحاولوا نخدموا على التكماش. مي هذه المره ما نخدموش على التكماش ديال الجبهه ولا ديال الوجه، غنسيبليو بلاصه وحده، التكماش ديال العينين اللي كيكون في الجنب ديال العينين، والتكماش اللي كيكون في العنق. خواتاتي، اكثر ديال العيالات كيتشكاو بزاف من هذا المشكل هذا، اللي كيكون التكماش ديال حداه العينين في الجنب ديال العينين وفي العنق. اليوم جيناكم بتمارين اللي غيكونوا مهمين بزاف، تخدموا من الدار، من الخدمه ديالكم، من الكوزينه ديالكم، من البيت ديالكم، وغتلقاو النتيجه. واجدات على بركه الله. خواتاتي، غنبداو التمرين الاولاني. كما كتشوفوا كل حلقه كنعطيكم ثلاثه التمارين اللي كتكون مهمه بزاف، اوكي؟ كنحاولوا نسيبلو البلاصه اللي خصنا نخدموها. اليوم غنحاولوا نسيبلو البلاصه ديال العينين، التكماش اللي كيكون في جناب ديال العينين. غنبداو بالتمرين الاولاني. التمرين غيجيكم غريب، مي النتيجه ديالو مذهله. كما قلت لكم غنحاولوا نحطوا جوج صبعان في حدا عينينا، اوكي؟ بحال اللي غنجبدوا عينينا مزيان. غنحاولوا ندفعوا يدينا، صافي جوج صبعان ديالنا غندفعوهم للور، وكاع. وكترتاح، كتحاول تدفع بشويه، ما تزربش، دفع بشويه. نعاود لكم ليكزارسيس، جوج صبعان سمي وتغمض عينيك باش تخدم معايا مزيان. فوالا، ليكزارسيس كنعاودوه 4 مرات 20 مرة، كنعاودها 4 مرات 20 مرة. ليكزارسيس راه النتيجة ديالو راه غتلقاوها مذهلة، اوكي؟ حاولوا تخدموه شوية بالزربة، اوكي؟ حاول تدفع بشوية وما ترتاحش بزاف، مورها دفع عاوتاني. حاول ما ترتاحش ما بين إكزارسيس وإكزارسيس، ما بين تمرين وتمرين ما ترتاحش بزاف، حاول تخدمو دغيا. خواتاتي، غندوزو ليكزارسيس الثاني اللي غيكون مهم بزاف. غنحاول ندويو على التكماش اللي كيكون في العنق، خصوصا عند العيالات ديالنا، عند خواتاتنا اللي كتشوفونا دابا كتفرجوا فينا. أكثر ديال لي فام كيتشكاو من التكماش، كيكون المشكل ديال لاج، زعما فيديو كتكبر في لاج عاد كيزاد التكماش، ولا كتكون غليظ وكترقيق كيبقى التكماش. اليوم غنعطيكم دي زيكزارسيس اللي غتخدموهم من الدار وغتلقاو النتيجة. ما عليكم غير تقادو الماكلة ديالكم وتبعوا معايا الخدمة مزيان، وغتلقاو النتيجة. واجدات؟ يلا. إكزارسيس ساهل، غنحاولوا ندفعوا مزيان يدينا اللور وكترتاح. شوف، كتحط يدك في عنقك، كتحاول تدفع اللور، كتحط يدك في العنق ديالك وكتدفع اللور. غتحس براسك بحال غتخنق شويه، مي ما تخافش، راه ما غتموتش، مي غتلقى النتيجه. يلا خواتاتي، كيف مشيو معنا؟ سالينا ليكزارسيس الثاني اللي خدمنا عليه على التكمشات اللي كاينه في العنق ديالنا. دابا نحاول ندوزو ليكزارسيس الثالث اللي غيكون مهم بزاف. ليكزارسيس غنديرو ونحاول نخدمو واحد ليكزارسيس غيكون مهم، غتلقاو النتيجه مذهله. ومن بعد غتحاولوا ديروا بحال اللي كديروا شي ماساج العنق ديالكم، كتحطوا يديكم في العنق ديالكم، كتحاولوا تهبطوا بشويه لتحت. غنعطيكم تصوير من جوج جوايه باش تفهموا كيفاش، اوكي؟ غنعاود لكم الاول. كتحطي يدك في عنقك وكتحاول تزير شويه وكتسيغي، صافي كتلصق لي كود ديالك شويه وكتهبط لتحت وكتطلع لفوق. كتهبط لتحت وكتطلع لفوق، غتحسوا بالتكماش بحال اللي كيتجمع. ليكزارسيس خصو يتعاود 4 مرات 20 مرة. ديما الصدر ديالك قدام، يديك كيكونوا ملاصقين ما محلولينش بزاف باش ما توعدش في الظهر ديالك، الراس ديالك كيشوف اونفاس بحال اللي كنشوف انا اونفاس مع الكاميرا، انت ديال الراس كتشوف اونفاس في المراية. كتهود لتحت وكتطلع لفوق، حاول تغمض عينيك سي ميو، عيش مع ليكزارسيس. ليكزارسيس مهم بزاف، غتحسوا بالنتيجه في نفس الوقت. بيان سور ما غتجمعش لكم عنقكم في نفس الوقت، مي غتحسوا بالخدمه كتخدم في نفس الوقت. ليكزارسيس مهم، كما عطيتكم ليكزارسيس الاولاني على قبل التكماش اللي كاين في الجنب ديال العين، ليكزارسيس الثاني على التكماش اللي كاين في العنق، ليكزارسيس الثالث غيعاون بلوس باش حيدو التكماش اللي كيكون في العنق.
اخواتاتي تبارك الله عليكم. كنتمنى تكون التمارين اللي عطيتكم نالوا الاعجاب ديالكم. كنضرب لكم موعد السيمانه الجايه اللي غتكون مفاجاه كبيره اللي غتعجب جميع المشاهدات وخصوصا المشاهدات لي فام ديالنا وبيان سيغ حتى الرجاله، مي اكثر العيالات اللي كانوا حاملات اللي كانت غليظه وضعافت اللي كان عندها دارت شي اوبيراسيون على الكاش ديالها، غتكون لكم واحد المفاجاه، واحد العضله اللي مهمه بزاف اللي اكثريه ديال لي فام والرجاله كيتشكاو منها. غنحاولوا نعطيكم دي زيكزيرسيس اللي غتكون مهمه بزاف، غنعطيكم ثلاث الحلقات حتى الربعه اللي غتكون مهمه بزاف وغتخدموها من الدار من خدمتكم من لاصال وغتلقاو النتيجه. استناونا. تبارك الله عليكم. اذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم مع الكوتش اسامه، وكيف ما شفتوا على انه هذا الاسبوع خصصناه للمشاكل اللي عندنا في الوجه مثل تكماش الوجه، تكماش العنق وتكماش العينين. مشاهدينا انا بدوري كنضرب لكم موعد حلقه جديده مع تمارين جديده ومع الكوتش اسامه. الى اللقاء.